وكنا قد أسلفنا الحديث عن قول الله عز وجل في خطابه وندائه جل وعلا لنبيه داود عليه السلام أن يعمل سابقات، وقد أبينا أن المقصود بالسابقات الدروع، وأن هذا من إقامة الصفة وحذف الموصوف. فذلك يأتي في القرآن حذف الصفة وإبقاء الموصوف، يعني ها هنا حذف الموصوف وبقيت الصفة، فالموصوف هي الدروع حذفت وبقيت الصفة وهي كلمة سابقات. يأتي في القرآن الضد، وهو أن يبقى الموصوف وتحذف الصفة، لكنه أقل. قال ابن مالك رحمه الله الإمام النحوي المعروف، قال في ألفيته: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل، يعني يقل وروده. وقد ورد في القرآن كما يقول أئمة النحو في آيات، منها قول الله عز وجل في خبر موسى مع قومه: قالوا الآن جئت بالحق. فالنحاة يقولون إن المحذوف هي الصفة، والأصل الآن جئت بالحق البين، والمعنى أن بني إسرائيل يعلمون أن موسى لم يأتي إلا بالحق، ولا يقول إلا الحق لأنه نبي الله، فهو مؤتمن على الوحي والوحي مصدق. لكنهم قالوا هنا أن ذلك الحق الذي أتيت به من قبل لم يكن بينا ظاهرا، فلهذا ذهب النحاة إلى أن الصفة محذوفة، وهي قول ابن مالك في آخر البيت: وفي النعت يقل، يعني حذف النعت يقل. هذه آية استشهد بها، واستشهد كذلك بقول الله عز وجل في خبر نوح مع ابنه، فإن الله عز وجل قال: قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ماذا يقول النحاة؟ يقولون هناك محذوف. ما المحذوف؟ قالوا الصفة لأهلك، والمعنى إنه ليس من أهلك الناجين. فكلمة الناجين عندهم، أي عند النحاة، صفة نعت محذوف دل عليه المعنى، لأنهم قالوا إن هذا الابن يبقى ابنا لنوح. ولهذا قال الله عز وجل، أقر نوحا على أنه قال إن ابني من أهلي، لكن قالوا الذي لم يقره الله كلمة الناجين، وهذا تخريج للنحاة، لكن لا يلزم أن يكون صوابا، فغير النحاة قد يرى غير ذلك. لكنني أنا الآن أشرح قول ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل. هذا كله حول قول الله عز وجل أن اعمل سابغات.